بسم الله، اهلا بيكم يا شباب. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن خطوات حجز الاراضي التابعة لوزارة الاسكان. ان شاء الله بعد يومين هيبقى في حجز على الاراضي في بني سويف واسيوط وسوهاج وانا. اللي خلاني عملت الفيديو ده ان انا ملاحظ ان في ناس كتير جدا محتاجة كانت تسجل او تحجز اراضي ومش عارفة الطريقة، فبتضطر تروح لمكاتب، المكاتب بتاخد منها فلوس عشان يحجز لي قطعة الارض. المشكلة انا بنصح كل الناس ان انت لازم تحاول تحجز بنفسك على اساس ان انت تبقى عارف تعمل الخطوات وتعرف تتابع ايه اللي بيحصل في الوحدات وحجز الوحدات.